نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعلم جنابكم أنه أنا من المفترض أن يكون هناك يوم الاثنين اليوم يعني نعم. جلسة لمجلس النواب لتمرير الحكومة، ولكن ثمة خلافات كبيرة وضغوطات يتعرض لها السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة بسبب عودة الكتل السياسية لموضوع المحاصصة وتمثيلها داخل الحكومة. وبالتالي أعتقد حتى الكتل السياسية التي كانت داعمة للسيد علاوي بأن يكون حر في اختياراته من أجل إصلاح العملية السياسية وأيضا استجابة لمطالب المتظاهرين وما حدث من إرهاصات داخل التظاهرات التي تستمر لمدة أكثر من 4 أشهر، ولكن يبدو أن القوى السياسية تصر على أن يكون الاستحقاق الانتخابي المغلف بالمحاصصة هو العنوان الرئيسي. لذلك هناك انشقاق داخل حتى هيئة الرئاسة. السيد الحلبوسي أجل الجلسة إلى يوم الأربعاء، ورغم إصرار النائب الأول حسن الكعبي على أن تكون الجلسة اليوم الاثنين، ولكن حسب النظام الداخلي لهيئة الرئاسة أنه يجب أن يعرض البرنامج الحكومي خلال 72 ساعة يعني قبل الجلسة، وأيضا العرض السيرة الذاتية للوزراء. لحد يوم أمس أعتقد كانت هناك اجتماعات مكثفة، أيضا كان اجتماع للسيد هادي العامري زعيم تحالف الفتح مع القوة السنية المتشظية والمختلفة فيما بينهم. اليوم المكون السني حقيقة يعني لا توجد له مرجعية واحدة، هناك انشقاق، ورغم أن السيد الحلبوسي أعلن عن نفسه ككتلة أكبر للسنة الممثلة داخل قبة البرلمان، ولكن ثمة خلافات كبيرة بين المكونات السنية حول دعم السيد علاوي. وأعتقد أنه نهاية الاجتماع أخفق السيد هادي العامري بإقناع الحلبوسي بأن يكون هناك دعم لحكومة السيد علاوي بسبب أصرار الحلبوسي أن يكون عدم أقصاء وتهميش للمكون السني، دكتور سلام. وهذا أيضا ينسحب على الكرد أيضا. نعم، بالنسبة أتيت على ذكر الكرد، كما تعلم أن الكرد أيضا هم مرافضين للمشاركة بهذه الحكومة، لكن اليوم قررت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان عقد اجتماع لحسم موقفهم النهائي من المشاركة في حكومة علاوي. هل نتوقع تغيير في موقفها؟ يعني سؤال مهم جدا. أعتقد أنه يعني يجوز ما يخفي على جنابكم الآن هناك تظاهرات حاشدة انطلقت قبل يومين في إقليم كردستان وتحديدا في محافظة السليمانية، وممكن أن تنتقل حتى إلى داخل أربيل والمحافظات الأخرى التابعة للإقليم. هذه كلها حقيقة ولدت ضغوطات كبيرة على القوى السياسية الكردية بأن يجب أن يكون هناك موقف وطني من الزعماء الكرد، وأيضا عدم تهميش وإقصاء المكونات الأخرى، ليس فقط حصرا على التحالف الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الذي هم مهيمنين على كل مقاليد السلطة في إقليم كردستان. وعليه يجب أن يعني شوف، أصبحت قناعة عند زعماء الكرد أن في حال عدم دعم السيد حكومة السيد علاوي ستمضي الحكومة وستمر داخل قبة البرلمان بدون مشاركة الكرد، وهذا حقيقة ممكن أن يعكس نتائج سلبية على العلاقة بين الإقليم والمركز. وعليه يجب أن يكون مراجعة قرارهم في دعم حكومة السيد علاوي الداعية إلى الإصلاح وعدم تهميش أي جزء من المكونات العراقية. هم يريدون ضمانات، وأعتقد أن هذه الضمانات تكون في رئيس وزراء قوي قادر على التهيئة لانتخابات مبكرة. هذه الانتخابات تكون المعيار الأساسي لبناء دولة المؤسسة. طيب دكتور، أيضا دخول وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو على الخط واتصاله الأخير بمحمد علاوي، هل سيغير وجهة نظر علاوي باتجاه الكرد والسنة وتقديمه تنازلات لهم؟ باختصار لو سمحت دكتور. نعم، يعني تعرف جنابك الولايات المتحدة الأمريكية هي عامل خارجي ضاغط على الحكومة العراقية، ليس فقط على هذه الحكومة، كل الحكومات هي تريد أنه تضع لها موطئ قدم أو بصمة من خلال الحفاظ على مكاسبها داخل العراق. وبالتالي أعتقد الاتصال جاء بالسيد محمد توفيق علاوي من أجل عدم تهميش بعض المكونات العراقية للحفاظ على التوازن المجتمعي وأيضا التوازن في العملية السياسية، وأيضا ممكن أنه تهميش أي جزء أو أي مكون يسبب لنا إحراج كبير في الوقت الحاضر لما يعاني منه العراق من يعني الآن فراغ أمني، ممكن تظاهرات،
يعني العمليه السياسيه تمر بمراحل حصيبه، لذلك كان الانفصال هو من اجل الضغط على علاوي لان لا يكون اقصاء لاي مكون او اي طرف بالعمليه السياسيه المقبله. اشكرك جزيل الشكر من بغداد الدكتور سلامه زبيدي، محلل سياسي وباحث في الشان السياسي.